بدي استسمحك واستعذر منك على اللي صار مبارح، حقك علي. انت ما غلطت، اللي صار صار. يمكن انا كنت معصبة من شريف وطلبت منك هيك طلب. انت بالعادة ما بتتردد وقت اللي بطلب منك شيء، بس يمكن هاي المهمة كانت اكبر من قدرتك. مثل ما بتأمري دري يا خانم. على كل حال انت ما بتقصر وقت اللي بيطلع بايدك، لهيك انا قررت اني كافيك ووقف معك. كتر خيرك، ما بتقصري. انا جاهز يا خانم. خلينا نمشي نكمل بعدين. رح اتيسر انا. لا، بدك تروح معنا. لوين؟ بس ما بدك، حقك علي. تفضل يا مرام لطفي.